أرحب الآن بضيوفنا. تنضم إلينا من واشنطن الكاتبة الصحفية رنا أبتر، ومعنا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ريتشارد وايتس، ومعنا من بكين الصحفي نادر هوان. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك رنا، ومن آخر المواقف لنانسي بيلوسي التي نعود ونذكر بأنها هبطت طائرتها في تايوان خلال هذه الزيارة الأسيوية، هي قالت الآن التضامن مع تايوان أهم من أي وقت مضى. تعليقك على فعلا زيارة بيلوسي رغم كل التحذيرات الصينية وكل هذه المواقف التي صدرت منها حتى الساعة ريتشارد؟ أبدأ معك ريتشارد وايتس. أعتقد أن هذا يعني أن هناك تصعيدا قد يفوق التوقعات. للأسف الشديد عندما تقوم الحكومة الصينية بإصدار تهديدات ونصح نانسي بيلوسي على عدم المجيء، الآن سيتعين على الصين أن ترد، وبالتالي نحن إزاء أزمة تبلورت للتو، ونحن سننتظر كيف سترد الحكومة الصينية. طب سيد ريتشارد، كان هناك أكثر من موقف لمسؤولين أمريكيين، ومنهم أيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال أكثر من مرة أيضا أنه هذه الزيارة لا يجب أن تنظر إليها الصين على أنها زيارة استفزازية. على ما يبني وزير الخارجية بلينكن هذه المواقف، يعني خاصة مع كل التحذيرات الواضحة وحتى ما سمعناه بالأمس من الخارجية الصينية بأنه الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي؟ هو يحاول أن يخفف التصعيد في هذه الأزمة، ولذلك وزارة الخارجية والبيت الأبيض في رأيي لم يرغب في أن تنفذ نانسي بيلوسي هذه الزيارة، لكن بعد إصرارها بسبب عدد من الاعتبارات الآن هم يحاولون إقناع الصينيين بأن الزيارة ليس بالخطر الذي يتصورونه. وأيضا هناك قول بأن الكونغرس مستقل وليس عليه أي وصاية من البيت الأبيض، وأنه ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء سياسة الصين الواحدة. سنرى. أعود وأشرك معنا الصحفي من بكين نادر هوان. نادر، أهلا وسهلا بك. إذن كما نتابع، هبطت ونفذت نانسي بيلوسي خطتها أو رحلتها كما كانت مقرر هذه الجولة الأسيوية، هبطت في تايوان. ما هو الرد الصيني المتوقع خاصة مع كل ما تابعناه بالأيام الأخيرة؟ طبعا يعني التحركات الأخيرة قبل قليل هو أن المقاتلات من الجيش الحريري الشعبي الصيني يعني اخترقت يعني تحلق تايوان. فوق مضيق تايوان. نعم، وكذلك هناك السفن الحربية يعني بقرب من المنطقة، ويعني حسب تصريحات وزارة الدفاع الصينية، الصين يعني الجيش الصيني لن يقف مكتوف اليد. فأعتقد أن هناك إجراءات مضادة ستشمل الإجراءات العسكرية والاقتصادية والسياسية. هل الخيار يعني العسكري اليوم بالنسبة للصين سيد نادر ممكن أن يكون أحد ردود الفعل، خاصة مع ما يمكن أن يحمله وتحمله من مخاطر؟ طبعا يعني من خلال تصريحات في مختلف المناسبات من وزارة الدفاع الصيني وخاصة الوزير الدفاع الصيني، فالجيش الصيني سيدافع عن سيادة الدولة مهما كان ثمنه. فلذلك يعني لا نستبعد الخيار العسكري، ولكن الإجراءات الملموسة لا أستطيع أن أتوقع في الوقت الحالي.
ولكن يعني حاليا في داخل الصين يعني هناك الجاهزية الكبيرة، والمواطنون كذلك يعني يعتقدون هذا هو استفزازات للصين، وهذا كذلك تجاهل الأمريكي السافر للتحضيرات الصينية. فلذلك هنا يعني الأجواء هنا يعني تبدو أن معظم المواطنين يدعون إلى القتال المباشر. نعم، أرحب مجددا بالصحفية رنا أبتر، تنضم إلينا من واشنطن. أيضا رنا، يعني تعليقك على ما يجري الآن، ودعني أجز معك فقط ما صدر عن نانسي بيلوسي بعد أن هبطت طائرتها في تايوان. تقول بيلوسي زيارة تايوان لا تتناقض مع سياسات الولايات المتحدة، والدعم الآن لتايوان هو أهم من أي وقت مضى، وسلسلة مواقف أيضا يعني سنتكلم عنها لاحقا، لكن تفضلي. صحيح، هذا موقف طبعا بارز من رئيسة مجلس النواب، قرارها بزيارة تايوان رغم التحذيرات والدعوات الأمريكية من إدارة بايدن لتجنب هذه الزيارة في توقيتها الحالي. يعني هنا نذكر سريعا ربما بخلفيات هذه الزيارة. صحيح بأن هناك تصعيد كلامي كبير خاصة من الجانب الصيني، لكن هذه الزيارة كانت مقررة بالنسبة لنانسي بيلوسي منذ نيسان أبريل عندما أرجأتها لإصابتها بكورونا. ما قالته اليوم وما تقوله إدارة بايدن هو أن توقيت هذه الزيارة حساس، لأن الرئيس الصيني يسعى حاليا لترسيخ منصبه في الصين عبر انعقاد المؤتمر 20 للأحزاب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة. إذا كان هناك أمل من قبل البيت الأبيض بأن تستمع نانسي بيلوسي إلى مطالبه بإرجاء حتى زيارتها، ليس إلغاء هذه الزيارة بشكل كامل. هنا نذكر أن هذه الزيارة صحيح أنها زيارة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، لأن بيلوسي هي من حزب الرئيس الأمريكي نفسه، الحزب الديمقراطي، لكن الصين لم يكن لديها رد فعل مماثل عندما زار نيوت جينغريتش مثلا، وهو رئيس مجلس النواب الجمهوري في العام 97 تايوان، لأنه على الأرجح أنه حينها كان بيل كلينتون هو الرئيس الديمقراطي للولايات المتحدة، ولم تنظر الصين إلى زيارة جينغريتش حينها على أنها تمثل الولايات المتحدة، لأن جينغريتش كان من الحزب المعارض لحزب الرئيس الأمريكي حينها. هذا أحد التفسيرات التي ربما يمكن أن نسلط الضوء عليها من الجانب الصيني. لكن أيضا أتحدث سريعا عن خلفيات نانسي بيلوسي. بيلوسي هي معروفة منذ أن كانت في مجلس النواب، قبل حتى أن تكون رئيسة لمجلس النواب، لديها مواقف حاسمة بشكل كبير مع الصين. هي مثلا زارت الصين في العام 1991 عندما كانت في مجلس النواب نائبة عن ولاية كاليفورنيا، أعربت عن تضامنها حينها مع الشعب الصيني بوجه الصين، وتحديدا سعي الصين الشعب الصيني للديمقراطية. أيضا نانسي بيلوسي معروفة بمواقفها الداعمة لتيبت، هي لديها علاقة وثيقة للغاية بالدالاي لاما، زار الكونغرس أكثر من مرة والتقى بها. أيضا بيلوسي نفسها زارت التيبت في زيارة استثنائية أيضا. إذا لديها هذا الموقف الخاص، لا يرتبط ربما بموقف سياسي معين، لكنها تشعر بوجود صلة خاصة ما بينها وبين مثلا التيبت، بين تايوان. ولهذا هناك سعي أمريكي للتشديد على أن هذه الزيارة ربما لا تمثل الولايات المتحدة والموقف الرسمي للولايات المتحدة. طيب، أعود إلى السيد ريتشارد وايتس، وحول هذه النقطة سيد ريتشارد التي طرحتها رنا في نهاية إجابتها، أنه هذه الزيارة لا تمثل الولايات المتحدة بموقفها السياسي، وأن هناك فصل السلطات في الولايات المتحدة هو مبدأ أساسي ويحترمه الأمريكيون. لكن إلى أي مدى يتوقع الداخل الأمريكي أن تكون أو يكون مبدأ فصل السلطات المعتمد في الولايات المتحدة أن تنظر إليه الصين بنفس الطريقة، يعني أو فعلا أن تعتبر أنه نانسي بيلوسي هي من تقوم بهذه الزيارة فقط؟ أعتقد أن هذه من بين المشكلات الكبرى التي نقلق بشأنها.
هذا يعني أن الحكومة الصينية كانت قلقة بتلك التعليقات التي أدلى بها بايدن حول تايوان وسياسة أمريكا إزاء تايوان، والآن هناك الشخصية الثالثة في الحكومة الأمريكية تقوم بهذه الزيارة لأنها تعد الثالثة المؤهلة بخلافة بايدن في حال طرأ له أي ضرر، وبالتالي كان يتوقع بأن بيان شانغهاي الذي تم تداوله كان يتوقع أن يحترم، لكن الآن بايدن وباقي المسؤولين يحاولون القول إن الصين لا يجب أن تبالغ في القلق الكبير والكثير بشأن هذه الزيارة كما قال شي جين بينغ، وكما قالت ضيفتكم رنا إن شي جين بينغ يريد التوطيد وترسيخ سلطته. سيد نادر، ما رأيك؟ يعني دعني فقط أسألك عن هذا الموقف للخارجية الصينية الذي صدر قبل قليل، زيارة بيلوسي لتايوان استفزاز سياسي هائل، لن يتغير ولا لا، يعني لا ليس هناك أي تبدل في مواقف الصين وهذا كان ربما متوقعا، ولكن ما رأيك أيضا بأنه ربما كل هذا رفع سقف الكلام والردود هو أيضا شأن صيني داخلي، ربما بما أنه هناك اجتماع قريبا للحزب الشيوعي الصيني الذي يحصل كل عقد، وهناك أيضا محاولة من الرئيس لتجديد ولايته أو لنفسه لولاية ثالثة؟ طبعا هذه يعني الموقف الصين تجاه هذه مسألة تايوان يعني مستمرة وواضح يعني، وهذه يعني لا أعتقد هذا يتعلق ب يعني كما يقول المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي العشرين للحزب الشيوعي الصيني، ولكن يمكن أن نرى يعني حول هذه المسألة هناك يعني دعوات كما قلت، هناك دعوات داخل الصين لاتخاذ يعني إجراءات القوية وقرارات صارمة ل يعني إنهاء هذه المسألة يعني بشكل يعني بشكل نهائي. وكذلك يعني يمكن أن نرى في داخل في تايوان كذلك هناك مواطنون في تايوان، يعني حتى قبل قليل رأيت الخبر هناك يعني مسيرة تظاهر ضد بيلوس لزيارتها، فيعني هناك كما قلت هناك إرادة شعبية قوية للصين. سأعود إليك سيد نادر، ولكن أود أن أيضا أسأل رنا عن هذه النقطة التي أيضا رنا كنا نتابعها في الأيام الماضية فيما يتعلق بفصل السلطات، وذكرت أيضا أن هناك لنانسي بيلوسي علاقة خاصة ربما منذ أن كانت نائبة عن كاليفورنيا، ولكن إلى أي مدى اليوم الولايات المتحدة يمكنها أن تجزئ المسؤولية أو ما سيرشح عن تداعيات هذه الزيارة بالنسبة للجانب الصيني؟ سوف تكون مهمة صعبة أكيد بالنسبة للإدارة الأمريكية لاحتواء التصعيد في هذه الزيارة، لكن هنا تكمن أهمية الوجود والتمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة تحديدا في الصين. نيكولاس بيرنز هو حاليا السفير الأمريكي في الصين، هو سياسي مخضرم دبلوماسي مخضرم، سوف تكون أمامه اليوم مهمة صعبة للتواصل مع الصين لإقناعها بأن باحتواء التصعيد الذي نجم عن زيارة وسوف ينجم عن زيارة نانسي بيلوسي إلى الصين. واليوم أيضا كان هناك تأكيد من الجانب الأمريكي أن المحادثات ما بين الطرفين، ما بين الطرف الأمريكي من جهة والطرف الصيني من جهة أخرى بشأن الزيارة هي لا تزال مستمرة، إذن خطوط التواصل لم تنقطع بين الطرفين. ونذكر أيضا بالاتصال الهاتفي أيضا الذي جمع جو بايدن الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني والذي استمر أكثر من ساعتين. كل هذه المؤشرات هي ولكن مؤشرات حينها الرئيس الصيني رنا أعتذر على المقاطعة قال أنه حرفيا من يلعب بالنار يحرق نفسه.
صحيح، وهنا لا نخفف طبعا من قيمة التصعيد الكلامي الصيني. هناك تصعيد ليس فقط تصعيدا كلاميا نراه اليوم على الميدان عبر هذه التعزيزات العسكرية الصينية. قد يكون جزء منها طبعا كما تحدثنا هو محاولة لإظهار الرئيس الصيني بأن كلامه ليس يعني هو يعني كلام قوي، وهو لديه موقف قوي مع سعيه لترسيخ سلطته في الصين. لكن طبعا هناك دوما هذا الحذر من أن يؤدي هذا التصعيد في المواقف إلى مواجهة محتملة ما بين الصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. اليوم أقله نستطيع أن نقول بأن رد الفعل الصيني هو رد كلامي من ناحية المواجهة مع الولايات المتحدة، لكنه رد فعلي فيما يتعلق بعلاقة الصين مع تايوان. يعني سلسلة المواقف التي اتخذتها الصين اليوم بحق تايوان، العقوبات الاقتصادية أو الحظر الاقتصادي التي أعلنت عنها الصين بحق تايوان، هذا إجراء عقابي بحق تايوان أكثر مما يكون إجراء بوجه الولايات المتحدة. هي إشارة ورسالة من الصين مباشرة إلى تايوان أن اعتمادها على الولايات المتحدة سوف يكلفها أو سوف تترتب عنه تكاليف اقتصادية وأعباء اقتصادية لا تستطيع ربما تايوان تحملها. هذه هي أعتقد الرسالة الصينية التي توجهها اليوم، يوجهها الصين إلى تايوان أكثر من الولايات المتحدة. اليوم هناك خطوط تواصل ما بين الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة والصين لم تنقطع، على العكس هي تتكثف في الساعات الماضية، وهناك تشديد ربما وتأكيد عن قصد من قبل البيت الأبيض في بياناته بأن هذه الزيارة ليست استثنائية بمعنى وتذكير مثلا بزيارة رئيس مجلس النواب السابق إلى تايوان. أيضا هنا أذكر سريعا أن مثلا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق سافر إلى تايوان بصفة شخصية بعد أن غادر وزارة الخارجية. إذن هناك مسؤولين أمريكيين يزورون تايوان، لكن اليوم أعتقد أن هذه الزيارة وطبيعة وكيف تم التغطية ربما هذه الزيارة إعلاميا أولا ثم هذا الغموض الذي أحاط بالزيارة أدى وساهم بشكل من الأشكال إلى رد الفعل الصيني المبالغ. رنا يعني حتى كل كما ذكرتي يعني التعليقات الصينية أو التحذيرات الصينية وحتى المناورات العسكرية التي جرت في مناطق قريبة أيضا كان البعض يقول بأن أو بعض المراقبين يعتبرون أنها نوع من التحذير ونوع من يعني إظهار أنه الصين بحالة جاهزية كاملة، وبالتالي لا يجب على نانسي بوليوسي أن تقوم بهذه الزيارة. الخارجية الصينية أيضا قالت إذا أصرت واشنطن على اتباع مسار خاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة. أعود إليك سيد وايتس، يعني كان الرئيس بايدن له موقف أيضا في مايو الماضي، هو قال إن واشنطن ستدافع عن تايوان في حال وقوع أي هجوم على الصين. إلى أي مدى برأيكم البيت الأبيض أو إدارة بايدن اليوم ممكن أن تقدم على هذه الخطوة، خاصة وأنه كان هناك العديد من التقارير الأمريكية التي أكدت أنه هناك تحضير من الجانب الصيني مع نهاية هذا العام أو العام المقبل بداية العام المقبل بأن تقوم الصين بعملية عسكرية على تايوان؟ أيز الزمن ما يزال مبكرا. معظم الناس يعتقدون أنه إذا قررت الصين غزو تايوان فإنها على الأرجح ستنتظر بضع سنوات، وذلك بعد أن يتشربوا الدروس المستفادة من الحرب على أوكرانيا. كذلك ما قاله الرئيس بايدن وأدى به من تصريحات هو أنذر وحذر الحكومة الصينية، لكن مع ذلك تلك التصريحات كانت غامضة. وكان قد قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد تايوان، لكنه لم يوضح
إذا كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل ما فعلته مع الكويت وسترسل قوات إلى هناك وبعد ذلك ترجعها، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل ما تفعله الآن مع أوكرانيا عبر إرسال الأسلحة دون استخدام قواتها، فقط هي تكتفي بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا؟ ولذلك ولم يكن واضحا حول طبيعة المساعدة. حتى البيت الأبيض بعد هذه التصريحات لبايدن أوضح أنه ستوفر الأسلحة كما ذكرت العسكرية بما يتماشى مع الاتفاقات القائمة. نتابع في هذه الصور إذن وصول أو خروج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من مطار تايبي بعد أن هبطت الطائرة التي أقلتها تقريبا منذ نحو 30 دقيقة. أعود إليك رنا، ولكن أيضا دعيني أشير إلى ما ورد أيضا قبل قليل بأنه الخبر الذي كان يعني نشر قبل قليل عن أنه مقاتلات سوخاي تابعة للجيش الصيني حلقت فوق مضيق تايوان هي خاطئة بحسب الجانب التايواني. برنا، هل هناك يعني حتى أيضا هناك معلومة أخرى، يعني هناك العديد من الأسئلة يعني، ولكن كان هناك أيضا معلومة بأنه ربما تزور بيلوسي غدا مجلس النواب التايواني. إذا ما عدنا إلى الأمس رنا، كان هناك أيضا معلومات تتحدث عن أنه إذا تمت هذه الزيارة ستكون فقط لساعات. ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد أن وصلت إلى تايوان نانسي بيلوسي؟ يعني هذه التطورات الميدانية خلال زيارة بيلوسي سوف يكون من الصعب تكهنها، لأن الزيارة أصلا هي لم يعلن عنها رسميا من الجانب الأمريكي. من جانب حتى مكتب رئيسة مجلس النواب كان هناك تحفظ كبير للإعلان عن هذه الزيارة وتفاصيلها حتى اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية. جدول زيارة بيلوسي سوف يرتبط طبعا بالجدول الذي عده الفريق في تايوان، الفريق السياسي في تايوان التابع لمكتب رئيسة مجلس النواب بالتعاون مع الجانب التايواني. ما تردد هو أن هذه الزيارة سوف تستمر ليوم واحد، وسوف يكون هناك طبعا سلسلة من الاجتماعات ما بين رئيسة مجلس النواب والمسؤولين التايوانيين. ما لفتني أيضا قبل قليل وخلال هذه وبعد وصول مباشرة بعد وصول بيلوسي إلى تايوان، أن الجانب الجمهوري هنا في الولايات المتحدة لاقى هذه الزيارة ورحب بهذه الزيارة بشكل كبير. صدر مثلا بيان من أكثر من نحو 30 عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري يدعم زيارة بيلوسي بشكل كبير، ويذكر هؤلاء الجمهوريين بأن هذه الزيارة لا تتناقض فعليا مع السياسة الأمريكية المعتمدة تجاه الصين وتجاه تايوان. وهذا بيان مشابه إلى حد كبير للبيان الذي أصدرته نانسي بيلوسي بعد وصولها إلى تايوان. ربما المعضلة هنا، ولهذا ربما يصعب فهم هذه العلاقة الغامضة ما بين الولايات المتحدة وموقفها ربما من الصين وتايوان من جهة ورد الفعل على هذه الزيارة، هو أنه فعليا بنود أو القانون الأمريكي المعتمد رسميا في العلاقة مع الصين فيه بعض الغموض. يعني تم إقرار هناك طبعا سياسة الصين واحدة بالنسبة للولايات المتحدة من دون أن يتم تحديد فعليا في بنود هذا القانون أو بنود هذا التوجه السياسي ما هو موقف الولايات المتحدة رسميا بشكل حاسم من تايوان. الدبلوماسية الغامضة يعني نوعا ما توصف بالفعل، وأعتقد أن بسبب هذه الدبلوماسية الغامضة يكون هناك هامش من التحرك بالنسبة لبعض أعضاء مجلس الكونغرس، تحديدا أعضاء الكونغرس لديهم هذا الهامش من التحرك كما رأينا اليوم في زيارة بيلوسي لتايوان. دعني فقط أشير إلى ما صدر عن وزارة الدفاع الصينية، الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى بعد زيارة بيلوسي، وأيضا بحسب وزارة الدفاع سنجري عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان من مساء اليوم. يعني بحسب طبعا كل ما يأتي على الوكالات نحاول أن نرصده
دعيني أنتقل إلى الصحفي نادر من بكين. نادر، يعني عندما يصدر هكذا بيان من وزارة الدفاع الصينية، ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ ماذا يعني عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي؟ هل تسمعني نادر؟ طيب، أعود إلى السيد ريتشارد وتعليقك أيضا سيد ريتشارد على ما يصدر عن وزارة الدفاع الصينية. يعني هل فعلا الولايات المتحدة اليوم كانت تتوقع إن تمت عمليات عسكرية محددة من قبل الصين ردا على زيارة بيلوسي، أم أنه بالنسبة للجانب الأمريكي كان هذا يعني تضخيم نوعا ما بردود الفعل وبالتالي لن يؤدي إلى أي شيء عمليا على الأرض؟ التدريبات العسكرية لن تكون ردا سيئا بالنظر إلى الحرب الكلامية التي شنتها الصين. هذا سيتوقف على ما سيفعله الجيش الصيني. إذا قام الجيش الصيني بإطلاق الصواريخ تقترب من تايوان، سيكون ذلك سيئا جدا، وخصوصا مع وجود مسؤول رفيع المستوى في جزيرة تايوان. أما إذا أجرى الجيش طائرات وسفن حربية وحركها بمقربة من مضيق تايوان ومقربة من تايوان، ذلك سيكون مجرد تمرين عسكري ولن يكون شيئا استثنائيا. إذن الأمر يعتمد على طبيعة ما سيفعله الجيش الصيني بالمياه في مضيق تايوان. أعتقد أيضا أن هناك قلقا أكبر بأن الصين قد تفعل شيئا يفاقم الركود الاقتصادي في أمريكا، أو ربما يضر بالتايوانيين الموجودين في الصين، أو يعطل الاتفاق النووي مع إيران، أو شيئا من هذا القبيل. لكن هذا لن يظهر الآن، سنرى هل سيحدث ذلك بعد أسابيع. طيب، أعود إليك رنا. يعني فعلا لا يمكن توقع الخطوات التي سيقوم فيها الجانب الصيني، وبغض النظر عن الأسباب، عندما نتابع هكذا يعني من وجهة النظر الأمريكية، عندما يصدر هكذا بيانات من الجانب الصيني، كيف يتم التعامل معه في البيت الأبيض؟ ولكن دعيني أشير إلى أننا نشاهد هذا الموكب الذي يقل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تايوان، بعد أن تابعنا قبل قليل خروجها وخروج موكبها من مطار تايبي. كما ذكرنا قبل قليل، لا جدول أعمال محدد أو معروم لما ستقوم به نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في تايوان، رئيسة مجلس النواب الأمريكي. هناك بعض المعلومات التي تحدثت عن أنها ربما ستزور مجلس النواب في تايوان، ولكن كما كان بعض الغموض يعني يحيط بهذه الزيارة وما إذا كانت ستتم أم لا، حتى أن جدول الأعمال حتى الساعة ليس واضحا وليس محددا. ولكن هناك حشود تستقبل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في تايوان. إذن موكب نانسي بيلوسي يتم استقباله في شوارع تايوان، ونتابع بأنه هناك حشود. يعني رنا، تعليقك على أن هناك في حشود يعني من العامة تجمهروا على الطرقات لاستقبال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ونحن نتابع الموكب، موكب نانسي بيلوسي.
طبعا هذه ربما كانت إجراءات أو ربما هذه الحشود كان من المتوقع أن تستقبل نانسي بيلوسي بهذا الأسلوب، لأن الولايات المتحدة تنظر إلى تايوان على أنها الديمقراطية التي تدعمها في تلك المنطقة، لهذا هذا الاستقبال هو ليس بمستغرب لرئيسة مجلس النواب في تايوان تحديدا. لكن ربما إذا أردنا أن نتحدث بشكل عام عن موقف إدارة بايدن اليوم، هل كان الرئيس الأمريكي يفضل أن لا يتعامل مع موقف من هذا النوع اليوم؟ طبعا هو كان يعني بغنى عن تصعيد من هذا النوع مع الصين في الوقت الحالي. هنا ربما أذكر سريعا بالإنجاز الذي حققته إدارة بايدن مساء أمس هنا في واشنطن عندما أعلن مثلا عن مقتل أيمن الظواهري. اليوم كل الأخبار تتعلق بزيارة نانسي بيلوسي وليس بما أعلن عنه الرئيس الأمريكي مساء أمس، وهذا طبعا هو لا يصب بأي شكل من الأشكال لمصلحة الإدارة الأمريكية ولمصلحة الديمقراطيين إذا ما أردنا أن نتحدث بشكل فعلي هنا في الولايات المتحدة، بدلا من أن يكون اليوم الاهتمام منصب على الإنجازات التي حققتها مثلا إدارة بايدن في موضوع مكافحة الإرهاب عبر الغارة الأمريكية في أفغانستان، يتحدث الجميع اليوم، ليس هناك أي محطة إعلامية أمريكية لا تغطي زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان من دون أن يتم ذكر موضوع أيمن الظواهري. هذا بحد ذاته طبعا موضوع كان يعني لا يقع لمصلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى أن الجمهوريين في مواقفهم الداعمة لبيلوسي اليوم في زيارتها إلى تايوان أظهروا هذا الشرخ ربما الذي يعني ما بين الديمقراطيين في التعاطي مع هذه الزيارة. من الواضح عبر التصريحات نعم، عذرا مرة جديدة على المقاطعة، عندما يتناولون هذا الخبر وأيضا هناك البعض يعني من يقول كما ذكرتي كان يفترض أو كان من الأفضل أن تتم تأجيل هذه الزيارة لعدم خلق استفزازات ممكن أن يعني تؤدي إلى عواقب لا تحمد عقبها، هل هذا الإصرار من قبل نانسي بيلوسي متعلق بأنه التهديدات الصينية كانت عالية السقف، أم أنه هناك أيضا يعني تحسب لما يمكن أن تكون ردود الفعل التي يمكن أن تتخذها الصين؟ لأنه أيضا هلأ بحسب الخارجية الأمريكية زيارة بيلوسي لن نتفاجأ أن قامت الصين بأي خطوات للرد على الزيارة، وأيضا مع كل يعني الترتيبات الأمنية التي اتخذتها الولايات المتحدة منذ الأمس كي يعني تضمن سلامة بيلوسي خلال الزيارة. ربما هنا نتحدث عن شقين من هذه المعادلة. الشق الأول إذا نظرنا إلى كيف تم التسريب موضوع زيارة بيلوسي إلى المحتملة إلى تايوان، لم يكن هناك بيان رسمي للإعلان عنها هذه الزيارة من مكتب رئيسة مجلس النواب. علم الصحفيون بهذه الزيارة عبر تسريبات، الأرجح أن تكون هذه التسريبات أتت من مكتب نانسي بيلوسي لجس النبض حول هذه الزيارة. حينها عندما صدرت هذه التسريبات من دون أن يكون هناك تكذيب لهذه الزيارة أو رفض لهذه الزيارة من نانسي بيلوسي في مؤتمراتها الصحفية مع التي تعقدها في الكونغرس، أصبح اليوم أي تغيير في موقف نانسي بيلوسي لهذه الزيارة أو لجدول هذه الزيارة بمثابة استسلام للإرادة الصينية في إلغاء هذه الزيارة. هذا موقف لا أعتقد أن رئيسة مجلس النواب كانت تريده أن يحصل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى خلال معارضته العلنية لهذه الزيارة لم يذكر موقفه الخاص. ذكر أن القادة العسكريين يعتقدون أن زيارة بيلوسي هي ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي. دعيني أشير فقط رنا، أعتذر، ولكن وصلت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى مقر إقامتها في تايوان. نتابع هذه الصور إذن لوصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مقر إقامتها في تايوان. تفضلي رنا.
إذا كنت أتحدث تحديدا عن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الزيارة، هو ربما إذا ذكرنا أيضا بالتصريحات التي كنت تتحدثين عنها عندما قال بأن الولايات المتحدة مستعدة لدعم تايوان عسكريا في حال هجوم صيني، ثم لا يعود البيت الأبيض في أكثر من مناسبة ويعدل هذه التصريحات ليفسر موقف الرئيس الأمريكي. من الواضح بأن إذا ما كان كنا نتحدث عن الرأي الشخصي للرئيس الأمريكي، هناك رأي شخصي بأن الولايات المتحدة تدعم تايوان بوجه الاستفزازات الصينية، لكن السياسة التي كنا نتحدث عنها، السياسة المعتمدة الأمريكية، هي مختلفة عن هذه التصريحات الشخصية. لهذا نرى بأن هناك ربما تفسيرات وتوضيحات مستمرة من قبل البيت الأبيض في هذا الإطار، ولهذا السبب أيضا كان هناك صعوبة من قبل البيت الأبيض ورئيس الأمريكي تحديدا للضغط على نانسي بيلوسي لتغيير جدول هذه الزيارة. ربما كان بإمكان البيت الأبيض أن يتحدث بشكل حاسم أكثر مع رئيسة مجلس النواب، لكن هناك نقطة فصل السلطات التي تحدثنا عنها، وهي نقطة حساسة للغاية، لأنه لا يريد، يعني البيت الأبيض لا يريد أن يظهر بمظهر وكأنه يؤثر أو يحاول أن يقيد وجهة أعضاء الكونغرس بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. طيب، أرحب أيضا بالكاتبة الصحفية سعاد يان تشين هوا، تنضم إلينا من بكين. أهلا وسهلا بك سعاد. يعني تعليقك على زيارة نانسي بيلوسي اليوم بعد أن هبطت الطائرة منذ تقريبا ساعة، ووصلت الآن رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى مقر إقامتها، علما بأن جدول هذه الزيارة ليس واضحا بعد. مساء الخير. كما نعرف أن الصين قد أكدت الإمارات معارضتها الشديدة لزيارة هذه بيلوسي لتايوان، ولكن يعني وأيضا يعني حسب آخر الأخبار الصينية وبعلم شخصي أن هناك البيانات العديدة من الأجهزة الوطنية الصينية المختلفة، مثلا يعني مكتب شؤون تايوان للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأيضا متحدث باسم لجنة الدائمة للمجلس الوطني للنواب الشعب الصيني، ومثل هذه الأجهزة المهمة، وكلها يعني أكدت معارضتها الشديدة بالنسبة للصين ضد زيارة بيلوسي لتايوان. وأعتقد أن موقف الصين الثابت بهذا الشأن، أولا يعني هذه الزيارة تدور بسياسة الصين واحدة، وأيضا يعني تدور بالسيادة الوطنية للصين، فيمكن يعني أن ننتظر ما هي الإجراءات المضادة الحازمة من الجانب الصيني. ما الذي يمكن أن تكون هذه الردود سيدة سعاد؟ يعني تابعنا ما صدر عن وزارة الدفاع الصينية أنه سنجري عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان والجيش الصيني في حالة تأهب قصوى. ما هي الخيارات الصينية اليوم؟ إلى ما يمكن أن تلجأ الصين ردا على هذه الزيارة، خاصة وأنه كان هناك أيضا تصريحات للخارجية الصينية تقول بأنه الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي؟ نعم، كما نعرف أن الصين يعني قد تقوم حاليا بإجراء المناورات العسكرية المتواصلة في بحر الصين الجنوبي وعلى مضيق تايوان، وأيضا كما نعرف أن طائرات الصينية الحربية الصينية قد يعني تخلق على المجال الجوي لمضيق تايوان. يعني هلا كان هناك يعني سيدة سعاد من جانب تايوان كان هناك نفي لهذه الأخبار التي صدرت عن أنه هناك طائرات سوخوي صينية حلقت فوق المضيق.
ولكن حسب آخر الأخبار الصينية يعني أن الصين ترد بذلك، قد أرادت بذلك. وأيضا يعني كما نعرف أن الصين قد أكدت أن هذه الإجراءات المضادة لهذه الزيارة والتحركات الاستفزازية للولايات المتحدة بشأن مسألة تايوان تشمل مختلف الإجراءات، تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضا. وأيضا يعني يمكن أن نعرف أن عزم الصين لحماية سيادتها الوطنية، وأيضا يعني تصريحاتها الشديدة بشأن هذا أشد مما كان الحال عليه في الماضي. وأيضا يعني القيام الصين بمثل هذه الإجراءات العسكرية، يعني المناورات العسكرية ومثل هذه الإجراءات، يعني أشد من الحال كان عليه في الماضي. وأيضا ونثق بأن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات لعرض عزم الصين حكومة والشعب لحماية سيادتها الوطنية، ولكن لم تظهر ما هي تفاصيل هذه الإجراءات، ويمكننا أن ننتظر. نعم، أشير إلى أيضا ما ورد عن الرئاسة أو مكتب الرئاسة التايوانية أنه الرئيس التايواني تساي سيلتقي بنانسي بيلوسي في القصر الرئاسي الأربعاء صباح الأربعاء قبل أن يتناول أو يستضيفها على مأدبة الغداء. دائما بحسب المكتب الإعلامي لرئيس تايوان، وقال أيضا أنه يأمل بأن تكون هذه الزيارة أيضا لتعميق العلاقات التايوانية والأمريكية، وأيضا على هذه العلاقات التي يمكن من خلالها أن يعني تؤرق وتمهد لل stability and peace، يعني للسلام والاستقرار في المنطقة. إذن بحسب مكتب الرئيس التايواني سيلتقي الرئيس التايواني بنانسي بيلوسي غدا صباحا، وأيضا سيستضيفها على مأدبة الغداء. سيد ريتشارد، اليوم في حال يعني التقت نانسي بيلوسي بالرئيس التايواني، ما ردود الفعل المتوقعة على هكذا لقاء؟ من جانب الصين سيكون الرد سلبيا، لكن أعتقد أنه إذا ذهبت نانسي بيلوسي إلى تايوان بالرغم من تحذيرات الصين فهي حتما ستجتمع بأريحية مع الرئاسة التايوانية. نعرف أيضا أن الحكومة الصينية لا تحب هذه الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين الحاليين والمسؤولين التايوانيين، وخصوصا مع أولئك الذين يدعمون الاستقلال والحكم الذاتي. نعرف أنه في السابق كان مايك بومبيو قد زار تايوان، لكن بعد أن ترك وزارة الخارجية إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس الذين كانوا قد زاروا تايوان، وكلهم جعلوا الصين ترد بشكل سيء، وبالتالي حتما سيكون هناك رد سيء من جانب الصين عندما تلتقي بيلوسي برئاسة تايوان. طيب أعود إلى الصحفية رنا أبتر. كان أيضا رنا هناك حديث من قبل تايوان بأن زيارة بيلوسي تظهر تضامن الولايات المتحدة معنا، وبحسب ما ذكرنا أيضا نقلا عن المكتب الرئاسي بتايوان أنه نأمل بأن تكون هذه الزيارة لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة. ألا تشكل هذه التصريحات أيضا، وفي حال فعلا التقت نانسي بيلوسي مع الرئيس التايواني، مزيد من الاستفزاز؟ يعني نتابع هذه الزيارة بما يرشح عن ربما جدول الأعمال، ومن ناحية أخرى مسؤولين أمريكيين يقولون للجانب الصيني لا يجب أن تعتبروا أن هذه الزيارة استفزازية أو موجهة ضد مبدأ الصين الموحدة.
طبعا هي كل هذه التصريحات من قبل الإدارة الأمريكية هي في محاولة منها لاحتواء هذه الأزمة وهذا التصعيد، لكن فعليا زيارة بيلوسي من الواضح بأنها استفزازية للجانب الصيني بغض النظر حتى عن أي تصريحات تصدر. هي مجرد أنها ذهبت إلى تايوان وقررت الذهاب إلى تايوان، هذا استفزاز بالنسبة للجانب الصيني، وبدأ هذا واضحا من كل التصريحات العلنية والتصرفات الصينية العسكرية التي اعتمدتها بالتزامن مع هذه الزيارة. اللافت أيضا للانتباه في هذه ونحن نتحدث عن هذه الزيارة هو أنه قبل قليل كان هناك مقال نشرته واشنطن بوست، صحيفة واشنطن بوست لنانسي بيلوسي، تتحدث فيه، وهنا ربما أقرأ بعض المقتطفات من هذا المقال وأنا معك. هو العنوان كتكتب نانسي بيلوسي: لماذا أترأس وفدا من الكونغرس لتايوان؟ هذا مقال تفسر فيه نانسي بيلوسي عن لماذا اتخذت هذه الخطوة وهذا الموقف على الرغم من دعوات البيت الأبيض والبنتاغون لها بعدم الزيارة. تذكر فيه بشكل مسهب سياستها التي كنا نناقشها، سياستها السابقة وهي التي اعتمدتها تجاه التبت مثلا، تجاه تايوان ودعمها أيضا للشعب الصيني. تذكر هذه الزيارة التي قامت بها إلى الصين في لدعم الشعب الصيني بحسب ما قالت لوسعيه نحو الديمقراطية. اسمحي لي رنا، يعني قبل أن نستكمل ما كتبته بيلوسي، تقول ذلك يعني تسرد الأسباب التي دفعتها لترأس هذا الوفد لتايوان، ولكن لن تكون نانسي بيلوسي شخصيا هي من سيتحمل ردود وتبعات هذه الزيارة لوحدها في حال فعلا يعني تصاعدت الردود الصينية. أكيد، وهذه هذه المعضلة التي يواجهها اليوم البيت الأبيض في محاولة لاحتوائه هذه الزيارة. من الواضح أن قرار نانسي بيلوسي كان قرار بيلوسي لوحدها في هذا الإطار، بمعنى بأنها اختارت الذهاب إلى تايوان رغم كل التحذيرات من حليفها. يعني نحن نذكر بأن اليوم بايدن هو من حزب بيلوسي، الحزب الديمقراطي، لا نتحدث حتى عن حزبين مختلفين، لكن من الواضح بأن بيلوسي أرادت من خلال هذه الزيارة إرسال رسالة إلى الصين. يعني هي ليست فقط للإعراب عن دعمها لتايوان ودعم الدعم الأمريكي تحديدا لتايوان، لكن أيضا من خلال ما تكتبه اليوم في واشنطن بوست تحدثت بشكل مباشر عن أوكرانيا وقالت وربطت الملفين ببعضهما البعض. قالت بأن توقيت هذه الزيارة مهم للغاية لأنها أيضا تتزامن مع الأزمة الأوكرانية، ويجب أن تكون هذه رسالة إلى الصين كما هي رسالة إلى روسيا فيما يتعلق بملفي أوكرانيا من جهة وتايوان من جهة أخرى. إذن التداعيات السياسية سوف تكون كبيرة، لكن من الواضح بأن بيلوسي كانت تعلم ماذا سوف تواجه في هذه الزيارة، لكنها اختارت بأن تقوم بهذه الخطوة. ربما أن محاولات احتواء هذا التصعيد من الجانب الأمريكي سوف تكون يعني مهمة شاقة، لكنها ليست مستحيلة مع وجود هذه قنوات الحوار هذه ما بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي. لكن كما ذكرت قبل، طبعا الرئيس الأمريكي كان يفضل أن لا تقوم بيلوسي بهذه الزيارة. اليوم بيلوسي هي في تايوان، وعلى إدارة بايدن أن تتعامل مع سياسة الأمر الواقع وأن تعتمد على سياسات محددة أو ربما سياسات تطمينية محددة للصين لكي تقنعها بالتخفيف من هذا التصعيد. سيد ريتشارد، ما رأيك، يعني ما هي الأوراق التي تملكها اليوم الولايات المتحدة للتخفيف من ردود الفعل الصينية أو لتطمين الجانب الصيني كما تفضلت رنا؟ أنا أتفق مع ضيفتكم بأن الإدارة الأمريكية ستجد نفسها أمام مهمة صعبة جدا لاحتواء هذه الأزمة. هناك بعض الإجراءات التي ستستخدمها الصين إذا أعلنت تايوان الاستقلال، وقد يصل ذلك إلى استخدام القوة وإرسال القوات العسكرية. وأرى
أن استراتيجية إدارة بايدن هي القول العلني بأنه ليس هناك تغييرا في سياسة الصين الواحدة وأن بيلوسي تقوم بهذا بصفتها وبمفردها، لكن بشكل سري يكون هناك تأهب للقوات الأمريكية حول مضيق تايوان للاستعداد لأي سيناريو. أرى أن عدم الرد على أي تحركات الصين سيعني أن الصين ستواصل تدريباتها العسكرية، وقد تسمح أمريكا بتدريبات واسعة نطاق لكن لن تسمح بإطلاق صواريخ أو أسلحة على تايوان. نعرف أن العلاقات الثنائية ساءت جدا وأصبحت مريعة في عهد بايدن، والآن الأمور قد تتغير أكثر وتتفاقم أكثر، وخصوصا أنها ساءت مسبقا في عهد ترامب. لذلك أعتقد أن هذه العلاقات ستبقى بهذا السوء على الأقل لنحو عام إضافي، وربما سيكون هناك في الأسابيع المقبلة نتائج لهذه الخطوات غير المحسوبة. الأمين العام للأمم المتحدة، نتساءل لماذا قال في افتتاح مؤتمر عدم انتشار الأسلحة، قال إنه نحن على شفا إبادة نووية، لماذا قال ذلك؟ هو قالها فعلا مساء الأمس سيد ريتشارد، وكان هناك العديد من المراقبين الذين ربطوا هذا الموضوع بما يجري في أوكرانيا، ولكن أيضا الجيش الصيني دعني أقول بأنه أعلن عن تدريبات عسكرية بحرية وجوية بمحيط تايوان، وأيضا ابتداء من اليوم سنجري تدريبات تشمل إطلاق صواريخ بعيدة المدى في مضيق تايوان. رنا، اليوم يكون السؤال أنه ما هي الخطوط الحمراء إن صح التعبير التي يمكن للولايات المتحدة اليوم أن تغض الطرف عنها في حال قام بها الجانب الصيني؟ يعني أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تبذل أقصى جهدها ألا يحصل هناك أي مواجهة عسكرية تتعلق بعلاقتها مع الصين، لأنها لديها جبهات كثيرة أمامها الولايات المتحدة، ليس فقط في تلك المنطقة، هناك أيضا موضوع الأزمة الروسية. الاستثمارات اليوم والتمويل الأمريكي مواجهة مثلا روسيا في أوكرانيا ضخم للغاية. اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يحتاج لأزمة إضافية للتعامل معها، لهذا سوف يكون هناك هذه الجهود الحثيثة لاحتواء التصعيد، وأعتقد بأن اليوم سوف يكون هناك الكثير من الآمال المعلقة بالسفير الأمريكي نيكولاس بيرنز في الصين والقنصليات الأربعة. نحن نذكر بأن هناك قنصليات أربعة إضافة إلى السفارة الأمريكية في الصين موجودة هناك، إذن هناك تمثيل دبلوماسي مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة في الصين سوف تسعى إلى استثماره في الوقت الحالي. أيضا الولايات المتحدة على علم بأن اليوم الصين وضعت تمويلا كبيرا لتقوية جيشها، لتقوية يعني تحديدا سلاح البحرية. اليوم الصينية هو من أقوى يعني البحرية الصينية هي من أقوى السلاحات الموجودة حاليا في العالم، لهذا فإن الولايات المتحدة سوف تسعى جاهدة لعدم حصول أي مواجهة من هذا النوع. نحن نذكر أيضا مثلا فيما يتعلق بتايوان، هناك اعتماد فعلي من قبل ليس فقط الولايات المتحدة أيضا العالم لما يسمى بالمايكروتشيبس، الرقاقات التي تنتجها الصين تايوان عفوا والتي طبعا تتكل عليها يعني هناك رجال أعمال وهناك شركات تتكل بشكل أساسي على هذا الإنتاج من تايوان. إذن الأزمة سوف تسعى إدارة بايدن لاحتوائها مهما يعني تطلب الأمر بالنسبة إليها. شكرا جزيلا لكما من واشنطن الكاتبة الصحفية رنا أبتر، ومعنا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هيدسون ريتشارد وايت، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.